اليوم الأحد الساعة 8 بتوقيت لبنان، دعوة لكل لبناني بأنحاء العالم يشاركنا بالوقفة ع شرفات بيوتنا، وبدنا نسمع زقفتنا لكل طاقم طبي وكل طبيب وكل مستشفى وكل مسعف وكل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية اللي ساهمت بمكافحة هالفيروس، واللي بيحب يضوي شمعة واللي بيحب يدعي لا الله يزيح الهم عن لبنان وعن العالم كله. ربيع الأسمر.